تسلم على العفاريت يا بابا. ايه ضحكه الاشرار دي يا بابا؟ دي لزوم الرعب والخوف. انا اكيد بحلم لك. يلا يا سلمى. ما تتصل بيه. ما انا معيش نصيد يا بابا. اتصرف يا حماد يا ابني. واضح ان هما بيتسلوا بخوفنا. مفيش مغفلين زيي. عندك حق يا بابا. انا قصدي اننا نديهم فرصه يعيشوا معانا وهم في حالهم واحنا في حالنا. رمضانك أحلى عندنا.